الشواهد تتضافر على وجود تشابه كبير بين عاقر الناقة وابن ملجم، وبين ناقة الله ناقة صالح، وبين أمير المؤمنين. ابن أبي الحديد في شرح النهج يقول هذه العبارة: إن تاريخ الدنيا وأحوالها مضبوط بعد الطوفان إلى يومنا هذا. كأنه حسب قول ابن أبي الحديد أن التاريخ تاريخ البشرية عرف من بعد طوفان نوح، مضبوط بعد الطوفان إلى يومنا هذا. وما بلغنا في هذه المدة الطويلة أن رجلا من العرب والعجم والترك والهند والروم يدانيه في الشجاعة مع تكثرهم في طوائف الناس، ولم يقاربه أحد في خصلة من خصال الكمال، فعلي عليه السلام آية إلهية عظمى أظهرها الباري على يد رسول الله صلى الله عليه وآله. من طرق العامة أن جبرائيل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله أن الله بعث عليا مع الأنبياء باطنا وبعثه معك ظاهرا. المراد بالباطن شنو؟ هذا له معنيان. معنى الأول أن جميع الأنبياء بعثوا على ولاية علي عليه السلام، من دون ولاية لا يصل نبي إلى مقام. المعنى الثاني أنه بوجوده الروحي والمعنوي كان من مع الأنبياء، والوجود الروحي للنبي وللأئمة قبل خلق آدم. وجوه شبه أخرى موجودة بين آية أمير المؤمنين وبين آية صالح. من وجوه الشبه أن ولادة أمير المؤمنين كانت في الكعبة التي هي صخرة من بيت الله عز وجل. ناقة صالح خرجت من الصخرة أيضا، بس شتان بين صخرتين. ومنها أنه كان يمير الناس أمير المؤمنين العلوم والمعارف، ناقة صالح كانت تميرهم السقيا، وشتان بين النميرين. أمير المؤمنين يغذي الأرواح والقلوب والعقول، وهذه الناقة تغذي أبدانهم. ومنها أن من أسباب شهادة أمير المؤمنين، من الأسباب مو كل السبب، امرأة اسمها قطام أغرت ابن ملجم، حثته أكثر، حفزته أكثر إلى القتل. السبب في عقر الناقة أيضا كانت امرأة، في بعض الروايات أيضا اسمها قطام. ومنها أن جبرائيل عليه السلام صاح في ثمود حينما عقروا الناقة، صاح بهم صيحة دمدم عليهم ربهم بذنبهم. ولما ضرب أمير المؤمنين أيضا صاح جبرائيل في السماوات، تهدمت والله أركان الأرض. بس الفرق الحجج الإلهية على الأرض، لكانت هذه الصيحة من جبرائيل مهلكة، فصيحة جبرائيل في ثمود ما فيها ضمان، أهلكت الناس، وصيحة جبرائيل في شهادة أمير المؤمنين فيها ضمان. فالأمة أهلكت معنويا وما أهلكت ماديا. ومنها أن بعد شهادة الإمام عليه السلام عمدوا إلى ولده الحسين عليه السلام وقتلوه، وقتلوا طفله الرضيع كما قتل هؤلاء فصيل الناقة. ومنها من وجوه الشبه أن صالح وهود مدفونان عند منه؟ عند أمير المؤمنين. ومنها أن صالح وناقته يحشران يوم القيامة بهيئة واحدة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة. في الخصال يروي عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم وهو آخذ بيد علي عليه السلام، وهو يقول: يا معاشر الأنصار، أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا إني خلقت من طينة مرحومة في أربعة من أهل بيتي، أنا وعلي وحمزة وجعفر. فقال قائل: هؤلاء معك؟
ركبان يوم القيامة؟ فقال كذلك، إنه لن يركب يومئذ إلا أربعة، أنا وعلي وفاطمة وصالح، فأما أنا فعلى البراق، وأما فاطمة ابنتي فعلى العظباء، وأما صالح فعلى ناقة الله التي عقرت، وأما علي فعلى ناقة من نوق الجنة، زمامها من ياقوت، عليه حلتان خضراوان، فيقف بين الجنة والنار.